فتاوى الحج لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك. حججت مع والدي منذ 13 عاما ولم أكمل طواف الإفاضة، فما الحكم في ذلك؟ والجواب أختي الحبيبة، الحجة لا تصح، الحجة ليست صحيحة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فمن ضيع طواف الإفاضة فسد حجه بإجماع، بإجماع. هذه ليست محل خلاف بين أهل العلم، وليس فيها رأيان ولا قولان، بل بإجماع. من لم يطف طواف الإفاضة، والذي يسميه فقهاؤنا طواف الركن، طواف الركن، فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج كالوقوف بعرفة، لا يصح الحج إلا به، ويفسد الحج ويبطل الحج بإجماع إذا لم يطف الحاج والمسلمة طواف الركن أي طواف الإفاضة. وعليه فعلى أختنا الكريمة إن يسر الله عز وجل لها الحج مع زوجها أو مع أي محرم من محارمها، إن يسر الله لها الاستطاعة والمحرم من الاستطاعة، فعليها ألا تسوف، وعليها أن تتعجل لما راه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فعلى أختنا الكريمة أن تعجل إن يسر الله لها هذا العام واستطاعت ورزقها الله المال ورزقها الله المحرم، فعليها أن تعقد النية إن شاء الله تعالى على الحج هذا العام أو في وقت التيسير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منها صالح الأعمال. لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.